السلام عليكم. ان شاء الله النهارده عندنا مع بعضينا كيكه الشيز سان باستيان اللي هي الكيكه المحروقه في اسبانيا، يعني كيكه اسبانيه محترمه قوي سان باستيان او الكيكه المحروقه. هنبدا مع بعض. كمان بسم الله، عندي 400 جرام فريش كريم، عندي معلقتين دقيق او 30 جرام دقيق، عندي ان شاء الله تاني عندي الجبنه 650 او 660 جرام بالظبط، 250 جرام سكر، عندي خمس بيضات، عندي فانيليا. يا ريت لو في فانيليا شيك بس انا مش موجوده عندي، انا عندي فانيليا اللي هي دي اللي هي الاصلص، لو الاحسن يكون فانيليا شيك. عندي بشر ليمون وعندي عصير ليمون، دول ان شاء الله الكيكه نفسها. بعد كده عندي صوص شوكولاته 100 جرام شوكولاته مع 100 جرام فريش كريم، باخد من الاثنين في الميكروويف، هو ده الصوص بتاعها. بعد كده عملنا الشيت كيك كلها موجوده، بعد كده بصوص بتاعها. هقول تاني، عندنا فريش كريم ودقيق وجبنه وسكر وبيض، ويا ريت لو في فانيليا ستيك، هي اساسها الفانيليا ستيك او الفانيليا فريش، وعندنا الليمون وعصير الليمون. نبدا كده بسم الله. عندي الجبنه فيلادلفيا تشيز او اي جبنه كريمي، عندي السكر، دول اهم حاجه، دول مع بعض الاول. بعد كده بنزل بالبيض، دول باخدهم كده اهو مع بعض كده يا جماعه كده. السكر مع الايه؟ مع التشيز. بعدين بنزل بالبيض، بيضه وبيضه كده ولا حاجه، لغايه لما البيض يروح معايا بس كلمه الفلب الجبنه برضه يا جماعه. واحده واحده اهي، كده يا جماعه. بعد كده الفانيليا، المفروض الافضل يكون فانيليا فريش اللي هي الستيك يعني، بس انا طالبها ما لسه ما جاتش يعني. بعد كده بحط الليمون مع العصير ليمون، وارجع بقى اضربه كويس برضه تاني كده. بعد كده يا جماعه بنزل بالدقيق، انا جربتها بالدقيق وجربتها بالنشا، فبالدقيق بتبقى افضل يعني، عشان ممكن واحد يقول لك لا ده بتاخد نشا، فهي بالدقيق او النشا زي بعض، بس بالدقيق بتبقى افضل كده يا جماعه. معايا اخر حاجه الفريش كريم، ولازم يكون فريش كريم، محدش يقول لي كريم شانتيه كريم مش... لا كريم، لازم فريش كريم يعني، الصح بتاعها فريش كريم، محدش يقول لك لبن مش لبن، لا مفيش الكلام ده خالص يعني. وكده هي جاهزه معايا، اعمل لها الطبق بتاعها او طوقين مثلا حجمين، عندي حجم 22 هعمل لها 2 كده يا جماعه. الطبق بتاعتي اهي، الحجم اللي انا شغال عليه حجم 22، اعطيته كريم فيلم، وارجع احط عليه، احط له اللي هو رقم عليه ورق زبده اهو، ورق زبده من تحت نفس الكلام برضو دي. واجي بعد ورق الزبده هعمل ايه؟ هدي ورق زبده في الجناب تاني، يعني ده ورق زبده ده من تحت، وادي ورق زبده في الجناب زي كده. كده يا جماعه ورق زبده انا حطيته اهو معاكم، بدي سن الزيت صغيره قوي في الجنب بتاع الطوق، المولد نفسه اللي معايا هديله سن الزيت صغيرة قوي عشان يبقى معايا بنفس الطريقة دي كده، تمام كده خلاص. احنا كده جاهزين على ايه؟ ان شاء الله كده جاهزين على الصاج، الخليط معايا اهوت. كده يا جماعه جاهزه معايا اهي، بعمل بس كده بيدي، اعبي بس اطلع منها الهواء اللي فيها، اعمل كده اهو اطلع منها الهواء، بديها ميه وادخلها بدخلها على حراره 100 على حراره 200 كده يا جماعه. عيط ادخلها فرن على درجه حراره 200 بتاخد معايا حوالي ساعه. عندي يا جماعه صوص شوكولاته، عندي 100 فريش كريم معاهم 100 شوكولاته سايح اهو، لو شد مني ولا حاجه كنا دخلها الميكرويف.
كده يا جماعه اهو كده صوص الشوكولاته جاهز معايا بيتحط جنب الشيز كده يا جماعه اهي انا طلعت من الفرن حطيتها في الفريزر شويه بس كانت المفروض تاخد اكتر وقت يعني وقت اكتر من كده يعني كل ما تقعد في الفريزر هيبقى افضل يعني كده يا جماعه اهي الفينش بتاعها هتبقى سكر بودره من فوق مع صوص الشوكولاته هي كده اهي كده جاهزه البوله تمام ممكن ناخد منها حته كده اهوت بسم الله الرحمن الرحيم اهوت طبعا كل ما تشد في الفريزر او كل ما تريح قصدي في التلاجه او في الفريزر بتبقى افضل واحسن يعني ناخد حته منها كده اهوت حاجه يعني بالاخر بتحط كده بالطريقه ديت او بالطريقه ديت زي ما احنا عايزين وتاخد معاها صوص الشوكولاته وكده يا جماعه عملنا معاكم الشيز سام بيستيان سام بيستيان حاجه محترمه قوي تعجبكم وتستاها فوق الروعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تنسوش يا جماعه ان شاء الله الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس